عاصمة مرحبا بكم من الناس الكل كما عودناكم بالافاريات الافار نتاعنا لليوم دو لا مارك جي ال اس مارك انترناسيونال معروفه فرونسيس الحقيقه اللي قدامي مخده انا رافعه غريبه وعجيبه دونك اللي باش يقدم لنا المخده هذه سي محمد اللي هو الممثل التجاري للشركه هذه في تونس. عسلامة سي محمد. اهلا بيك. شنو احوالك؟ ديما معودنا بالافاريات. اليوم بالحق جبنا افار فريمون عالمي واللي باش يفوت الافار اليوم مخده جي ال اس اللي هي جايه من باري فريمون حاجه تري 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 سبيسيال. هي من ناحية سبيسيال حتى في الشكل سبيسيال الرفيع. بالحق حاجة سبيسيال ومن نوعية اللي بالحق أبدعت فيها جي ال اس بالكدا. دونك المخدة اللي رفيها حتى من الشكل نتاعها غريب مش كما المخدة العاديين. كانت تقول لنا شنو اللي يميزها من برا ومن داخل. أبار اللي يميزها ديجا هذه أفير مزيان ياسر. تشوف اللومبلاج نتاعها بركة تعرف قيمتها وي. وتعرف وهرتها وتعرف قيمة بالحق المخدة هذه. هذه مخدة جي ال اس بالحق اليوم جي ال اس ابدعت في المخدة هذه بالحق نحس بها انا. انت كنت ساعة انتي ستريس هي بالحق 100% ميموار دو فور. شوفوا المخدة يعني كي تحط راسك وترقد عليها تولي الفورم نتاعها كي فورم نتاع الرقبة. الفورم نتاع ابار راسك راس ورقبة. الفورم نتاع بدنك كامل تتماشى مع الفورم كيفاش انت تحب تتحرك. هي ديجا تيخولك الفورم كيما تحب انت. والحاجه الباهيه يعني احنا المخده العاديه اذا كان خذيت الفورم نتاع البدن نتاعك ما عادش ترجع صايب. هذيا جوست تحط عليها راسك تاخذ الفورم نتاع الراس ومن بعد ترجع الفورم الانسان نتاعها اللي كانت عليها من دون. هي تاخذ الفورم نتاع بدنك ابار اللي تزيد تاخذ الفورم نتاع الراس نتاعك اللي تخليك في بوزيسيون ياسر مرتاحه وياسر حلوه. لا تخلي لك وجهه الراس لو جهه الكرومه لو جهه السرسور. خاطر بالحق الانسان اذا كان ما يكونش مرتاح في نومه معناتها سيرتو البوزيسيون نتاع الراس نتاعو اول حاجه تولي مقلقته هي السرسور. ظهره الصباح نلقاو الكرومه نتاعنا ياسر مقلقتنا السرسور معناتها ياسر عباد حزامهم يوجعهم اللي هما مش عارفين كونوا حزامهم يوجعهم راهو البوزيسيون نتاع الراس نتاعهم. هذه مصنوعه من بلوك واحد 100% ميموار دو فور. ومن وقت فورم حاجه هايله برشا ما نسمع بها صح؟ بالحق معناتها شو انك كيما قلت لك من لومبلاج نتاعها تعرف قيمه المخده. ابار لومبلاج بالحق راه لومبلاج مزيان على الاخر معناها تقول ساك نجم تهزها هكا سي فاسيل حتى باش تمشي لاي بلاصه تنجم تحط مخدتك على روحك وتمشي البيت وين تحب. والغلاف نتاعها مصنوع 100% ميكرو فيبر. الحاجه البلوس اللي في المخده هذه اللي هي انتي باكتيريان انتي اكاريان انتي ترانسبيرون. يعني شنو اللي المخده هذه باهيه للناس اللي عندهم حساسيه ولا الناس اللي تعرق ولا الناس اللي تاخر في الليل تعاونهم باش يرقدوا مرتاحين وراسهم مرتاح ورقبتهم مرتاحه وبدنهم مرتاح باش يقوموا اون فورم من غير لا يسخروا ولا يعرقوا ولا يكون عندهم حتى حساسيه. سيرتو للي عنده كرومته توجور ويقوم يتقلق راهي هذه بالحق 100% شوفوا ها كنت مرتاحه شفتها انت تزيدك وهي ترجع ها. يعني المخده هذه كيما تشوفوا وقت اللي الانسان يرقد باش تهبط تولي مع الفورم نتاع الرقبه نتاع الراس نتاعو وقت اللي يهز راسه الصباح ويبدا شبع بالنوم ترجع الفورم الانسان نتاعها اللي هي كيف هكا بالضبط. دونك كيما تراو قدامكم هذه لومبلاج تاع المخده ياسر مزيان والمخده زاده مزيانه مش كي لومبلاج بك هاهايا والمخده مكتوب عليها القماش نتاعها مطبوع جون لوي شيرير مطبوع القماش نتاعها ومزيان على الاخر. احنا حليناها المخده ثم سلسله هنا حليناها وكيما تراو فيها قدامكم هذه محلوله من داخل معناتها ستادير شفت الهوس هذايا اللي يحب ينحي الهوس باش يغسل ينجم يغسلو. هو فيديو حاجه ياسر حلوه وياسر مزيانه بالحق وتستحق يا سي محمد. بالنسبه للمخده هذه اللي هي كونفور انتي اكاريان انتي باكتيريان انتي ترانسبيرون باهي للعباد اللي عندهم حساسيه والعباد اللي تسخر والعباد اللي تطلع لها سخان ولا العباد اللي تبرد هذه مخده ما فهمنيش كيفها كان جو للصحيح. اليوم باش نجيو بالحق للصحيح واللي يفوت الفرصه هذه ما عادش عندنا. اليوم زوز مخدات كعبتين من هذوما ب 219 دينار الاربع مخازت ب 359 دينار شوفوا الديفيرونس. وبالنسبه اللي مش ياخذ سته مخازت اكثر برومو ب 499 دينار وفرصه بالحق ما تتعوضش.
هي من ناحيه فرصه انرا اللي هي بالحق فرصه على الاخر كما قال يعني جوز مخادد 219 والا 4 مخادد 359 والسته مخادد اللي هما 499 دينار. راهو بالنسبه للمخده هذه المزيانه والمخده المرتاحه والمخده اللي تخليك ترقد وتكون مرتاح وتخليك ما تحس لا بحساسيه ولا بسخان ولا بتحس بحتى شيء. مخده بالحق تستحق على الاخر ونسوم بالنسبه لراحه البدن وراحه الرقبه نتاعك وراحه مخك وراحتك النفسية. سومي تسمى مناسب جدا جدا. حبيت جدا باش نقول راهي الستوك ليميتي على الاخر، راهي الكمية محدودة. راني من تو نقول راهي الكمية محدودة، دونك ما تفلتوش الفرصة، لازمك تجربوا توا وتاخذوا المخدات هذوما اللي موجودين. بالنسبة للتوصيل، بالنسبة للتوصيل بين اللي ياخو بين زوز مخدد ولا مش ياخو أربع مخدد ولا مش ياخو ستة مخدد بالبرومو هذية بالأسوام الممتازة هذية، أما ديما نذكر ونقول راهو ستوك ليميتي. اللي مش يعدي لنا كوموند ليفريزون غراتويت حتى يكشف في الدار. يعني كامل حتى كان تاخو زوز مخدد تاخو زوز ولا مش تاخو أربعة ولا مش تاخو ستة، التوصيل مجاني حتى يكشف الباب الدار. كما عودناكم بالأثريات سي محمد جاب لنا أثر هي البرشة اللي هي مخدة جي ال اس من أحسن لي مارك الموجودين في العالم كامل، مارك فرونسيز معروفة الانترناسيونال. ما عليكم كان تحبوا تكمنديو من عنا المخدة هذوما، ما عليكم كان تكلمونا على الرقم اللي باش يظهر في أسفل الشاشة. إن شاء الله يكون عجبكم أثرنا لليوم ونتقابلوا إن شاء الله في أثر جديد.